يقول: يوجد لدي بعض من الناس يقومون بترويج الإشاعة الباطلة عني ويصفونني بأوصاف قبيحة، وإنني إنسان أعرف أنني بريء مما يقولون، وقد قمت بمقاطعتهم، وذلك حتى لا يحدث ما يحمد عقباه، وعلى أثر ذلك ارتاحت نفسي. فهل أنا على حق في مقاطعتهم؟ وهل بصبري عليهم أنال حسنات منهم؟ أرجو نصحي بما فيه الكفاية. يجب عليك أن تصلح فيما بينك وبين الله، وأن تصلح ما عندك من الأخطاء، وبعد ذلك لا يضرك ما يقال من الناس إذا كانوا غير مصيبين في قولهم، وإنما يكون الإثم عليهم. مع أن الذي ينبغي لك أن تتجنب مصاحبتهم ما دام أنهم يصفونك بهذه الأوصاف ويؤذونك ويضايقونك، فلا تصاحبهم، لأن مصاحبتهم والحال هذه ربما يترتب عليها مفاسد، وربما يحصل بينك وبينهم شيء من الاعتداء أو من سوء العشرة أو غير ذلك، فابتعد عنهم إلا إذا كان في مصاحبتهم مع تعديل سلوكك وتصحيح أخطائك، إذا كان في مصاحبتهم إزالة لما علق في نفوسهم نحوك من سوء الظن، فإن هذا شيء طيب. فإذا كانت مصاحبتهم يحصل منها مصلحة، يعني تزيل ما علق في أذهانهم من سوء الظن بك، فهذا شيء طيب. أما إذا كان في مصاحبتهم زيادة شر وزيادة اتهام، فابتعد عنهم وأصلح ما بينك وبين الله، ولن يضرك أحد.